مساء الخير على كل جماهير النادي الأهلي العظيم ومشاهدي طبعا قناة النادي الأهلي في كل مكان. مبروك مبروك مبروك. طبعا مش جديد علينا، ودايما بقول لا جديد يذكر، النادي الأهلي هو البطل. النادي الأهلي بطل الدوري للمرة 42 من 61 بطولة. مبروك لجماهير النادي الأهلي، الأرقام القياسية. مبروك لجماهير النادي الأهلي وإدارة النادي الأهلي ولاعبي النادي الأهلي وكل من ينتمي للنادي الأهلي بهذه البطولة العزيزة الغالية. بطولة استثنائية في ظروف صعبة، بطولة بننهيها قبل الموسم بسبع أو ست أسابيع. الحمد لله على نعمة النادي الأهلي. طبعا الجماهير هي طبعا العصب الفريق. الجماهير بنقول لها ألف مبروك، اللعيبة بتقول لكم مبروك، مجلس إدارة بيقول لكم مبروك، واحنا هنا كمان في البيت الكبير يا سام مساء الخير عليك بنقول لجماهير النادي الاهلي الف مبروك. وشنا منور النهارده الحمد لله، والاهلي قول للفرح قوم افرح. النهارده بنفرح وبنحتفل. مساء الخير، مساء الخير على جمهور النادي الاهلي العظيم في كل مكان. مبروك يا اهلاويه، مبروك اللقب رقم 42 وعقبال 43 و44 إلى ما شاء الله في تاريخ القلعة الحمراء. لقب غالي طبعا، هو اللقب المفضل بالنسبة لنا والطبيعي برضو. فالأهلي أنه يتوج باللقب ده فده مش جديد، لكن إحنا فعلا مرينا بظروف استثنائية، لكن نجحنا في الآخر. نجحت قلعة مختار التتش في حصد اللقب من غير أي اعتبارات بقى، لا للصعوبات اللي شهدناها الموسم الحالي طبعا اللي كان على رأسها توقف الدوري 5 شهور بسبب كورونا. يعني احنا الموسم اللي فات افتكر كمان من المواسم اللي كانت صعبة، ما اشبه اليوم بالبارحة زي ما بيقولوا. النهاردة انت عندك صعوبات، الموسم اللي فات كان عندك برضو صعوبات خليت الفريق مع الدور الاول بعيدا عن القمة. وفي الوقت اللي كل الناس اللي ملهاش في الاهلي واللي ما تعرفش يعني ايه اهلي قالت ان البطولة هتذهب بعيدا عن الأهلي، لكن ده مع أي فريق تاني غير النادي الأهلي يعني ممكن يحصل. الأهلي دايما بيتحارب ودايما بيقاتل في كل وقت، والحقيقة لحظة علشان يتوج بالبطولات الواحدة تلو الأخرى. هو ده شعارنا، شعار النادي الأهلي. الأهلي فوق الجميع فعلا، فوق الجميع بالأدب وبالاحتراف وبالأخلاق واحترام المنافس وبإرساء الروح الرياضية. كمان الأهلي فوق الجميع ببطولاته وبشعبيته والإنجازات والنجاحات اللي حققها. والحقيقة جدا أنا يعني يمكن معجبة باللقب ده، لأنه يعني بيمثل للنادي الأهلي حقيقة، مش شعار كده وخلاص. لا طبعا، لا الأهلي مش فوق شعار الجميع. وخلاص طبعاً. النادي قلعة شامخة وهتفضل شامخة إن شاء الله بفضلكوا أنتوا بعد ربنا، بفضل الجمهور ده وأبناء وأولاد النادي وعشاء ومحبيه في كل مكان. وزي ما قالت الجماهير قبل كده ولسه بتقول، هو مين غيره يفرحني؟ هو ده النادي الأهلي. الأهلي معاك يا أهلي للآخر يا أهلي. هو ده طبعا النادي الأهلي، وزي ما بنقول دايما هو جماهير النادي الأهلي دايما عندها ثقة في لعيبتها وعندها ثقة في مجلس إدارتها. احنا مرينا بظروف صعبة كتيرة جدا جدا الموسم ده طبعا، بجانب يعني كورونا على العالم كله، لكن كمان النادي الأهلي زي ما احنا يعني قلنا واتكلمنا في البيت الكبير وحضراتكم كنتم متابعين معانا، ان كان في كمان حملة كبيرة جدا على النادي الأهلي وشائعات كتيرة جدا على النادي الأهلي وعلى مجلس إدارة النادي الأهلي وعلى لعيبة الأهلي واللعيبة اللي بتهرب واللعيبة اللي يعني. رغم كل دوت ورغم الصعوبات ديت، رغم صعوبة السيزون، لكن النادي الأهلي دايما هو نادي البطولات. النادي الأهلي مش بس هو على مستوى الأعداد، خلي بالك العدد كمان والأرقام هي اللي بتتكلم، مش احنا اللي بنتكلم، الارقام. ودايما بقول النادي الاهلي ما بيردش بنفس الاساليب، النادي الاهلي ليه اسلوب خاص. النادي الاهلي بيرد بالبطولات، بالانجازات، بيرد بال يعني بالارقام القياسيه. النادي الاهلي بيحقق رقم قياسي كبير جدا جدا. النادي الاهلي كمان خلينا اقول لكم من افضل الانديه على مستوى العالم اللي بيعمل اجراء احترازي على مسابقه ترتيب المسابقه، التباعد ما بينه وما بين الخصم، فالتباعد زي ما بيقول التباعد الاجتماعي، التباعد الرياضي، التباعد الكروي. على مستوى حتى ترتيب جدول الدوري السنه دي النادي الاهلي بيعمل رقم قياسي كبير جدا يا سهام، حتى على مستوى، خلينا نتكلم مش على مستوى مصر بس ولا على المستوى العربي ولا على مستوى افريقيا، احنا بنتكلم على انجاز على المستوى العالمي. ان النادي الاهلي كمان من اكتر الانديه او من اكتر الانديه حصدا للبطولات والالقاب،
هو ده النادي الاهلي رغم صحيح. الصعوبات ورغم المشاكل ورغم الدوشه الكتيره حوالينا عن النادي الاهلي، لكن وده كل هيستمر يا كابتن، ده هيستمر ان شاء الله. الدوشه هيستمر. دي هتبقى حواليك طبعًا دايما طبعًا. والدوشه دي ما بتخلصش، ومن حين لاخر بالذات في التوقيت في الاوقات المناسبه او في الظروف الصعبه اللي احنا او النادي الاهلي بيمر بيها، دايما تلاقي الغلوشه، دايما اسميها غلوشه بس هي غلوشه فاضيه. ودايما لما بنحقق زي البطوله العظيمه ديت الغاليه علينا كلنا، كل ده بيتبخر في الهواء خلاص، ما بيبقالوش اي اثر. مبروك لكل الاهلاويه اللي قاعدين على القهاوي وقاعدين في المنتشرين في كل حته، انتم الجزء الاكبر من فخرنا بالنادي الاهلي. الحقيقه لقب الدوري 42 عمره ما هيتنسى وهيفضل عالق بالاذهان، ومن غير الاهلي يعني طبعا بنتكلم عن النادي الاهلي موضوع صعب جدا، موضوع الحمد لله، وده اللي يميز النادي الاهلي. من غير الاهلي مين يقدر يظهر في الوقت الصعب وفي الوقت صحيح. الشديد دوت بإنجازات وبطولة؟ النادي الأهلي قدرات خاصة جدا للنادي الأهلي بيتميز بيها، يعني مين كمان يقدر يحتفظ باللقب لمدة 5 سنين متتالية؟ أعتقد النادي الأهلي هو النادي مش عايز أقول الوحيد، لكن النادي هو ده الجدير أنه بيقوم بحصد 5 بطولات في متتالية. صعب جدا تحصل في أي فرقة على مستوى العالم، يمكن البايرن حققها في ألمانيا، لكن ده بيدل على كيان النادي الأهلي الكبير، وده اللي بيدل إن كمان إحنا وأنا جزء من النادي الأهلي وولاد النادي الأهلي اللي تربيت على البطولة. تربيت يعني إيه؟ يعني أنا بقى من وأنا عندي خلاص 17 سنة بيتقال لي مبروك يا كابتن في الشارع، إذا كان على مستوى الناشئين بنكسب الحمد لله، أو على مستوى الفريق الأول كمان بنكسب. فعايز أقول النادي الأهلي تاريخ كبير جدا على مستوى النتائج، على مستوى الإنجازات. تعالوا نشوف مع بعض تقرير عن نتائج النادي الأهلي باكتساح كل منافسيه، كمان على مستوى الفخر اللي احنا بنفتخر به، على مستوى ان كل واحد منتمي للنادي الأهلي بيحس انه هو منتمي لكيان كبير جدا، سبب كبير جدا في سعادته. صحيح. ويمكن النشأة الرياضية للنادي الأهلي هي اللي زرعت صحيح. من البداية الروح دي، روح القتال، وإزاي أنت تبذل كل جهد عشان تتوج ببطولة، وإنك دايما تكون رقم واحد. الحقيقة ده مش سهل أبدا. الحقيقة برضو أنه درع الدوري رقم 42 له طعم ومذاق مختلف كابتن هاني، وإحنا الحقيقة مش يعني بالرغم من أننا يعني متعودين يعني يعني مش الموضوع محرومين الموضوع ولا مش جديد علينا. واه طبعا يعني ولا حاجه، وعندنا بطولات الحمد لله تكفي وزياده، بس مختلف علشان انت فعلا مريت بصعوبات كتيره جدا، وفي ناس كتيره قوي بتتوقع لك الفشل، ودايما ناس بتتوقع لك انك هتقع، لكن انت دايما بفضل طبعا ربنا ومجلس الإدارة وبأبنائك المخلصين. أنا دايما أنا لسه وإيهاب الجنيدي بنتكلم بيقول لي الأهلي بمن حضر، أنا بقول له والأهلي بمن أخلص. الأهلي طبعًا. بمن أخلص طبعًا. وبالذات في الأيام دي طبعًا. بالذات في الأيام دي. فكابتن محمود الخطيب مبروك، جهاز الفني ولاعبتنا ألف ألف مبروك، مواصلة الاحتفاظ باللقب إن شاء الله وإسعاد الجماهير إن شاء الله يستمر. علشان كده إحنا محضرين لكم تقرير عن تتويج الأهلي بلقبه الـ 42 في تاريخه دوري مؤمن زكريا. وفعلا مؤمن زكريا يستحق ان يكون هنا الدوري باسمه الموسم ده. هنروح نشوف التقرير ونرجع مره ثانيه. كعادته توج الفريق الكروي الاول بالنادي الاهلي بطلا لبطولته المفضله الدوري المصري الممتاز، وقبل عدة جولات من نهاية المسابقة، ليؤكد على أنه السيد المطلق لهذه البطولة وللكرة المصرية كلها بوجه عام. اللقب الموسم الجاري حمل الرقم 42 لبطولة الدوري في دولاب بطولات المارد الأحمر، متفوقا ب30 لقبا عن أقرب منافسيه الغريم التقليدي الزمالك الذي حقق 12 لقبا فقط في البطولة على مر تاريخه. العلاقة بين الأهلي ودرع الدوري علاقة حب أزلية تاريخية وارتباط وثيق على مر سنوات طويلة احتفظ خلالها العملاق الأحمر بلقب الدوري لفترات متواصلة لعدة سنوات، وعندما كان يهرب منه اللقب في بعض المناسبات كان سريعا ما ينتفض المارد ويعيده لمكانه الطبيعي في قلب الجزيرة، حيث يحلو المقام لدرع أقدم بطولات الدوري العربية والإفريقية وأكثرها عراقة.
توج المارد الأحمر بلقب بطولة الدوري في الموسم الجاري 2019-2020 قبل نهاية المسابقة بست جولات، وهو إنجاز اعتاد الأهلي كثيرا تكراره في ظل خوضه مباريات البطولة دائما بقوة ورغبة في الفوز في كل المباريات والقتال على كل نقطة لآخر دقيقة في المباريات. وحطم المارد الأحمر كل الأرقام في الموسم الجاري بعدما جمع 73 نقطة من 28 مباراة، محققا الفوز في 23 مواجهة والتعادل في 4 مباريات، وسجل لاعبوه 63 هدفا كأقوى خط هجوم بفارق 20 هدفا عن ثاني أقوى هجوم بيراميدز، كما منيت شباك الفريق بثمانية أهداف فقط في 28 مواجهة بواقع ربع هدف تقريبا في المباراة، ومتفوقا على صاحب ثاني أقوى خط دفاع الزمالك بفارق كبير، حيث اهتزت شباك الأبيض 21 مرة هذا الموسم. عانق الأهلي درع الدوري في الموسم الجاري بعد عام مليء بالصعوبات التي هزمت أقوى وأعرق الأندية العالمية، وعلى رأسها فيروس كورونا المستجد الذي حطم لياقة اللاعبين وجعل الأندية تظهر بصورة بعيدة تماما عن مستواها. لكن حصان المارد الأحمر رفض أن يهزمه الفيروس وظل رافعا رأسه في المضمار إلى أن وصل لخط النهاية وحده وسقط الباقون في أشواك المشوار. كما عانى الأهلي الكثير على صعيد الإصابات والغيابات لبعض العناصر لأسباب مختلفة، لكنه رمى كل ذلك وراء ظهره ووضع هدفا واحدا فقط أمامه، وهو حسم اللقب وإسعاد جماهيره التي اعتادت منه دائما أن يكون على منصات التتويج وحده وبلا منافس. طبعا تقرير مميز جدا، وخلوني قبل ما اعلق على التقرير احيي مجلس اداره نادي مصر المقاصه ولاعبيه والجهاز الفني على الممر الشرفي اللي اتعمل، شيء محترم وده اللي بنتكلم عليه، وهي دي الروح الرياضيه اللي دايما بنتكلم عليها، وبنتكلم ان ده لازم تكون الروح الرياضيه السائده في كل الفرق المصريه على مستوى كل اللعبات. طبعا التقرير اتكلم على انجازات كبيره جدا، على ارقام كبيره جدا. خلينا حلل بس التقرير دوت يا سهام في نقطتين. النقطه الاولى ان النجاحات دي ما بتجيش من فراغ، ان على مستوى السنين دي كلها والنادي الاهلي بيحصد اتنين، حتى هنتكلم على الدوري العام 42 دوري من 61 بطوله، ده دليل ان تواصل الاجيال على مستوى الإدارة في تنظيم كويس، بيكون في بعض الدفوهات بعض الأخطاء ده وارد، لكن هي دي الإدارة الثابتة اللي بتعمل نجاحات على مستوى طويل وعلى مستوى مستمر. الجزء الأهم واللي يهمني أنا شخصيا كمان لأن أنا عشت الجزء دوت، هو ساعات لعيب الكورة من كتر البطولات ومن كتر المنافسات اللي بيكسبها بيوصل حاجة من تشبع، نوع من أنواع التشبع شوية، وده بيجي صدقيني غصب عن اللعيب. لكن ما يميز النادي الأهلي ولعبته إن البطولات الحمد لله كتيرة جدا، وتلاقي دولاب النادي الأهلي مليان بطولات أكيد، وتلاقي اللعيبة بتموت نفسها عشان البطولة وبتموت نفسها عشان البطولة اللي بعديها، وبعدين الطبيعي لما بيقفل البطولة نوع من أنواع شوية الخمول شوية. لا احنا وحنشوف دوت وحتتابعونا في هنا في البيت الكبير، ان خدنا بطولة الدوري مش جديدة علينا، لكن ده شيء كان مهم جدا لتاريخنا. اقفل الصفحة لكن بسرعة لكن بنبص بقى كمان بقى هو ده اللي بتكلم عليه، ان مفيش شبع. يعني احنا ما تربناش في النادي الاهلي ان احنا خلاص شبعنا من البطولة، لا دايما الشغف والنهم للبطولة او مستني حاجة وما صدقت خالص. لا خالص انت خالص. فده كمان يعني الناس لازم توصلها دوت، ان احنا متربيين في النادي الاهلي متعلمين في النادي الاهلي ان موضوع الشبع من البطولات، لا نكسب بطوله وجعانين على البطوله اللي بعديها وجعانين على البطوله اللي بعديها، وده سبب كبير جدا جدا زي ما قلت لك في التباعد الرياضي على مستوى المنافسه في الدوري العام. تباعد الكروي. بس انت لفت نظري برضو لحاجه لان كنت فاكره اقولها لما دخلنا، كل التحيه والتقدير لرئيس نادي مصر المقاصه اللي هو محمد عبد السلام. طبعا انتوا شفتوا منظر الحقيقه، مش هقول بقى رائع ومبهر والكلام ده، لا هو مشهد بيعزز الروح الرياضية يا كابتن هاني. أكيد أكيد. وأنا طبعا نفسي الحقيقة الست جولات اللي احنا هنلعبهم أو الست ماتشات اللي احنا هنلعبهم يحصل برضو ده،
يحصل ممر شرفي من الأندية اللي هتلاعب النادي الأهلي في ماتشاته الأخيرة. ده بيعزز الروح الوطنية وبيعزز فكرة ان انت خلاص التشاحن ما بين الجماهير ده لازم ينتهي يا كابتن هاني، لازم ينتهي. ده جزء مهم من الإدارات زي ما اتكلمتي وانت اتكلمتي، فالمشهد ده رسالة، المشهد ده الإدارة، دي الإدارة، ده إدارة وجهاز فني. الإدارة طبعا على مستوى الإدارة المهندس محمد عبد السلام، على مستوى الجهاز الفني إيهاب جلال، على مستوى اللعيبة بيطلعوا شكل يا رب يكون. وغير الاحتفال كمان اللي عملوه في يعني زي ما بيقولوا في يعني الخلفية، يعني التورتاية اللي عليها كان مؤمن زكريا، الاحتفال اللي كان زمايلهم كلهم بيحتفلوا مش بس احنا، انت فاهم، في الملعب كل الناس فرحانة وكل الناس يعني بتهني اللعيبة فريق النادي الأول في النادي الأهلي. فأنت ده اللي محتاجين نشوفه على طول. شايف المنظر ده؟ أنا ما بشوفوش على طول. ده خلي بالك هو ده اللي احنا من النوادر، يعني محمد ده الشناوي أصبح ده من النوادر، المشهد ده من النوادر هنا في مصر يعني. يعني خلينا نتكلم بكل أمانة، للأسف لسه الحالة ديت نتمنى إن شاء الله أنها تعم الملاعب، ده يستمر بقى، يستمر إن شاء الله. وخلي بالك دايما حد بيعمل قدوة شوية، حد بيقدم خطوة. أعتقد يعني الفترة اللي جاية إن شاء الله، وده دور زي ما الإعلام عليه دور مجالس إدارة الأندية مهم جدا صدقيني، وبالأخص مجالس إدارة الأندية عليها عامل كبير جدا في شحن التعصب وفي نبذ التعصب. والرسالة اللي بتطلع من رئيس مجلس إدارة نادي دي لازم تكون محسوبة، والكلمة اللي بتطلع منه لازم يكون مقدرها كويس قوي، لأنها مش كلمة طالعة وخلاص، لا دي كلمة ممكن تأثر على جماهير كبيرة جدا، ممكن تأثر على الجو العام للكرة. وبتأثر مش ممكن يا كابتن هاني، ما هي بتأثر فعلا، مش ممكن، هي بتأثر فعلا، عارفة بتأثر على مجموعة للأسف برضو، مجموعة ممكن تكون عندها هذه الميول للتعصب. في ناس بجد، في ناس محترمة كتيرة جدا، أنا بتكلم على جماهير الكرة المصرية بصفة عامة، في ناس عندها ميول شخصيه للتعصب. هذه الالفاظ والكلام اللي بيطلع من رؤساء مجلس الاداره ممكن جدا ياخدوا المجموعه دي بسكته. كان ارجو ان شاء الله باذن الله ان الكلام ده ما يحصلش خلال الفترات اللي جايه. عشان كده زي ما يعني ما حضراتكم يمكن تابعتوا امبارح، يعني رئيس نادي الاهلي طبعا كابتن محمود الخطيب شكر رئيس نادي مصر المقاصه على اللفته الطيبه ديت، وفعلا دي من وراها رسائل، مش مجرد انه اللعيبه يتعمل لها ممر شرفي وخلاص ويستلموا الورد او قائد الفرقه يستلم الورد، لا، المشهد فيه رسائل كتيره جدا. انا لفت نظري امبارح شناوي وهو تقريبا بيسلم على كل زمايله في الفريق الثاني، فريق مصر المقاصه، ايوه، وكهربا ووليد، يعني ليه ده ما يستمرش حتى بين الجماهير؟ احنا بنحفل وكل حاجه وده شيء طبيعي جدا، وهي دي حلاوه كره القدم. صحيح. اعتقد في مصر. صحيح. يعني قصه التحفيل دي بس بقى ما تتطورش الابعد من كده، لا ما تتطورش الابعد من كده. احنا ماشيين انا كابتن هاني بشوف ناس بتخسر بعض دلوقتي عشان ماتش، والله العظيم فيه ما تضحكش، خلي بالك في موجود، موجود بس احنا دايما احنا عندنا مبادئ وعندنا أسس وعندنا خطوط عريضة ماشيين عليها. ومعانا طبعا واحد من الناس المسؤولين الكبار في النادي الأهلي، الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي. مساء الفل يا كابتن، وألف ألف مبروك. مساء الفل يا كابتن هاني، تحياتي ليك وتحياتي للأستاذ هاني، ازيكم؟ كل سنة وانتم طيبين، وألف مبروك لنا كلنا. وانت طيب يا كابتن، ويعني الف مبروك لينا كلنا. وكلمني بقى النهارده، يعني ابتديتوا تشموا نفسكم؟ ابتديتوا تستعدوا لافريقيا من دلوقتي افتك او من قبل كده كمان يعني، بس خلاص بقى الاستعداد اللي هو يعني خلاص مركزين؟ يمكن الحمد لله، طبعا فرحه الدوري فرحه كبيره وفرحه هائله لكل الناس، وبكرر شكري ثاني ومره ثانيه ومليون جماهير النادي الاهلي ومجلس اداره الاهلي كابتن محمود الخطيب ولجنه التخطيط وكل الموجودين في المنظومه، لاعبين وجهاز واداريين وعمال وجهاز طبي، كل المنظومه، كل واحد بيتعب طبعا على اختصاصه دوره بيأدي على اكمل وجه. واحنا عندنا سياسه العمل الجماعي مفتقدينها شويه، وخصوصا في المنظومه الرياضيه، لكن ما فيش حد بينجح لوحده ابدا يعني. كل بيبقى مساعد وكل بيأدي في حدود اختصاصه ودوره لتكتمل الصوره ببطوله كبيره زي الدوري. قول لي يا كابتن سيد، الموسم ده كان موسم استثنائي، موسم صعب جدا، قول لي الفتره اللي فاتت دي عدت ازاي عليك؟ انت كنت بتفكر في ايه؟ اول حاجه كانت بتشغل بالك ان انت توصلها لباقي زمايلك للعيبه، كان ايه اكتر حاجه شغله دماغ وبال كابتن سيد عبد الحفيظ؟
بص انا اقول لك على حاجه احنا متربيين عليها، وبنادي كل اللي طالعين وخصوصا مدرسه الكوره في النادي الاهلي او مدرسه النادي الاهلي كقطاع ناشئين او حتى اللي بيجي جديد شويه ولا حاجه، يعني مهم جدا 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 ان انت تفكر دايما الهدف الاكبر. في تفاصيل صغيره في عالم الرياضه ممكن الناس تبقى ناسياها او غفلاها، لكن مهمه جدا، وكابتن هاني هياكد الكلام ده ويقول لك ده. في تفاصيل صغيره تبان انها صغيره، لكن لما تجمعها تدي لك مباراه او تدي لك بطوله. التفاصيل دي ممكن تبقى اجواء في بعض الاوقات، المباراه الواحده بتبقى مختلفه عن البطولات الكبيره، والبطولات الكبيره بتمر بمراحل كتير قوي، منها بيبقى مش في يومك، مش في حالتك، النتيجه مش مساعداك، فازاي تخرج بسرعه وتبني نفسك بسرعه عشان تكمل الدوري. لكن اللي انا عايز اقوله للناس اللي موجوده كمان طالعه من تحت، التمرين ما بيبقاش ساعتين وخلاص، او اللي عايز يبقى لعيب كوره او اللي عايز يبقى نجم، هي المده مش الزمنيه للفتره التدريبيه او المباراه اللي بتاديها وخلاص. بره الكوره كمان، يعني طريقه تفكيرك عامله ازاي، استعدادك عامل ازاي، التعليم اللي بتاخده والثقافه اللي بتاخدها وشخصيتك بتتبني ازاي، كل ده مهم جدا عشان تبقى نجم وعشان تلعب في النادي الاهلي. لازم يبقى عندك الشخصيه والدماغ اللي تساعدك ان انت تبقى موجود في النادي الاهلي. صحيح يا كابتن سيد، وده اللي اتعملناه في النادي الاهلي. كان كمان اللي خلينا نتكلم بكل امانه، السيزون ده يمكن او الموسم ده استثنائي شويه، مش هنقول لكورونا، كورونا على الناس كلها، لكن على المستوى التحديات اللي قابلها النادي الاهلي على مستوى السوشيال ميديا في الفترات الاخيره، كان مهم جدا ان احنا نثبت ان احنا النادي الاهلي واحنا ماشيين بشكل مميز جدا وما بنبصش ورانا. لكن كمان ده حتى بعد بطوله الدوري، بعد ما كسبنا الدوري، ايه رايك في بعض الناس اللي بتطلع وبتقول ان لعيبه النادي الاهلي جايه لها احتراف خارجي، والنادي الاهلي اللعيب الفلاني 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 هيمشي السنه دي؟ يعني كمان في حرب نفسيه اعتقد كمان بعد الفوز بالدوري ممكن تكون ليها، وانت برضو تشاركني الراي، ممكن بيكون في عمليه شوشره شويه على اللاعبين، وانت كنت لعيب كبير وعارف، خروج يخرجوا شويه عن التركيز، حد يبعت له يقول له انت تحترف هنا في المانيا ولا في ايطاليا، فانت شايف الكلام ده ازاي وبتكلم ولادنا ازاي في الموضوع ده؟ بص مبدئيا يعني احنا علاقتنا باللعيبه علاقه تعاقديه، العلاقه القانونيه التعاقديه ممتده، ولا واحد عقده ينتهي السنه الجايه غير واحد بس هو ليه قضاء، الكل عقده ممتد. فانت لو بتتكلم على يعني احتراف او عروض ولا حاجه، فلازم يبقى من خلال النادي الاهلي، كل واحد عقده ممتد سنتين وثلاثه واربعه وخمس سنين، الوحيد اللي عقده يخلص السنه الجايه هو وليد ازارو. مبدئيا يعني يكون ان يجي لحد عروض ده مش وحش، ده كويس مش مشكله، لكن انت بتقعد وتتناقش مع الجهاز الفني والطرق والخطوات المعتاده في النادي الاهلي، تتناقش مع المدير الفني، وبعد كده ترفع لجنه التنسيق والمشرف العام على الكوره، وبعد كده تاخد القرار. لكن في الحاله اللي احنا فيها ديت، يعني اعتقد ان احنا في اجواء يعني صعبه قوي لدرجه ان في ناس بتبقى قصده يعني انها تنقل تركيز او تفتت التركيز او تنقلك من حاله ايجابيه الى حاله سلبيه، وهو ما فيش عروض اصلا. ما هو ده اللي بكلمك عليه يا كابتن سيد، هي مش هو اصلا ما بيكونش يعني، وخلي بالك انا عشت بره وعارف، يعني ممكن جدا اي حد اي ايجنت يروح لاي نادي ان شاء الله البايرن هيقول له انا عندي لعيب، هيقول له طب ممكن تبعت اللعيب ده يجي يعمل ترايل، فممكن جدا الراجل ده يجيب جواب من البايرن او يجيب جواب من فرقه كبيره يقول لك اه فلان الفلان لعيب النادي الاهلي جاي له عرض من نادي كبير، ويبدا يخرج اللعيب دوت من اجواء التفكير، واحنا عندنا البطوله الكبيره اللي جايه، فده وارد جدا، والموضوع بقى بره مش صعب يعني ان احنا ممكن نعمل انفيتيشن لاي لعيب. يعني بص انا يعني طبعا اللعيبه عارفه الكلام ده والمفروض انها تبقى مدركه، لكن بنتكلم في حالات الاجواء الرياضيه خرجت حتى بره السلوك العادي، يعني صحيح. ممكن تلاقي واحد موفور مثلا ساكن بره او عايش بره ولا حاجه، يعني حالتنا اللي احنا فيها ديت يعني، او اللي احنا عايش في الفتره اللي احنا فيها، واحد موفور عايش في ايطاليا كده، يعني دماغه سابقه كل الناس اللي موجودين في العباسيه يعني، فبيبعت اللعيبه وبعت لهم اه والله يعني موفور جدا، يعني هو ده اللي هيخرج بره التركيز. طب يا سيدي بره التركيز بس من الاخر، الحمد لله بتحصل البطوله. ف يعني انا بقول دايما ان العلاقه التعاقديه علاقه طبعا محترمه وجميله وقانونيه وكل شيء، لكن في اجواء بتساعد في وقت ما في مباريات ما ومرحله ما تبقى الهدف منها ان انت تطلع لعيب مهم او لعيب موجود في الفرقه بره تركيز. المفروض ان احنا نقابل ده كمسؤولين او كلعيبه بشخصيات عاليه ودماغ عاليه وطرق برضه سليمه قانونيه 100%. لكن انا بقول للعيبه قبل حتى ما اقول للناس كلها، يعني الفتره اللي جايه تسمع اخبار كتير جدا يمين وشمال وفوق وتحت، صحيح، والناس جاي له حاجه من ايطاليا وجاي له حاجه من اسبانيا وجاي له حاجه من انجلترا وجاي له حاجه من فرنسا، حاجات كتيره جدا يعني.
احنا ما عندناش مشكله في الخطوات السليمه. لو في حد جاي له حاجه يبقى عن طريق النادي كعقود، لكن لو واحد هيتصل بيك من بره عشان هو عايش بره زي ما انت حضرتك شرحت كده من شويه يا كابتن هاني، تمام؟ الهدف منه ان هو يخرجك بره التركيز يعني. طب اقول للعيبه قبل ما اقول للجماهير، الامور دي هتزيد قوي الفتره اللي جايه. احنا عندنا حاجه مهمه قوي يعني. النهارده كنا امبارح كنا بنفرح في الدوري، النهارده من ساعتين بنتفرج على الوداد، الوداد كان عنده مباراه الدوري المغربي، تمام؟ محظوظين ولاد الذين يعني كسبوا 2-1 في اخر ثانيه، بس كان قبلها كان عليهم بينالتي وضاع. فيعني انت بتتابع على اجواء لاجواء ثانيه. فيعني خلينا دايما يبقى عندنا التارجت بتاعنا اللي احنا بنين عليه خطتنا من اول الموسم، بطوله الدوري ثم بطوله افريقيا. خلنا الدوري ان شاء الله الرحمن يبقى تكمل فرحتنا، والليله الكبيره بتاعتنا تبقى بطوله افريقيا يوم 6 نوفمبر باذن الله. ان شاء الله عشان تروح ل 6 نوفمبر عندنا سيمي فاينل 18 و23. تستعدوا لها ازاي من دلوقتي يا كابتن سيد؟ عندنا المباراه دلوقتي 17 و23. عارف يعني قول لي بقى، قول لي شكل الاستعدادات ان شاء الله يعني شكلها عامل ازاي؟ بصي طبعا في حاجات فنيه مرتبطه بالجزء الفني ده عند فايلر والجهاز الفني، لكن في حاجات مرتبطه بالامور التحضيريه، تمام؟ يعني الامور التحضيريه ممكن تبقى في اجواء تساعدك في مباراه، مش شرط تبقى هي نفس الاجواء اللي تساعدك في مباراه اخرى على فكره. فاحنا بنتكلم على رحله المغرب، رحله المغرب ممكن يعني مشكوره الكابتن محمود الخطيب ولجنه التخطيط ومجلس الاداره، يعني بيبقى في اتجاه لطيران خاص ده برضه هيساعدك، لكن هل من الصح ان احنا ناخد المعسكر هناك مثلا قبل المباراه في 5-6 ايام؟ هل ده صح؟ هل الاجواء تساعدنا؟ هل الاجواء تصالحنا ولا الأجواء؟ هو في كل الاحوال الاصعب هو اللي جاي يعني. انت هو طبعا يعني على مستوى البطوله الافريقيه طبعا كابتن انت عارف الاجواء بتختلف كتير جدا والمنافس بيبقى مستويات لكن اللي انت بتقوله مهم جدا ده كمان اعتقد بالتنسيق مع فايلر لان كمان ليه رؤيه فنيه وممكن جدا الراجل يقول لك لا انا ممكن اعسكر 4 ايام وممكن نسافر عادي ونقعد 4 ايام ونلعب المباراه يعني ده كمان في جزء فني يعني يعني دي امور فنيه لكن انا في شغلي انت بتختار كل او بتحضر على كل المستويات يا كابتن هاني والجهاز الفني هو بقى بيختار افضل من وجهه نظره. كل التوفيق يا كابتن سيد، بنقول لك مبروك مره ثانيه ومش جديد علينا لو اذا كان سجل يعني النادي الاهلي حافل ب 42 بطوله فسيد عبد الحفيظ لوحده 13 يعني 13 اكتر من اي حد ثاني، اكتر من انديه ثانيه واخده بطولات. مبروك يا كابتن سيد، مبروك يا كابتن مبروك وعقبال اللي جاي ان شاء الله، والاهم ان شاء الله بطوله افريقيا ان شاء الله. ان شاء الله. طيب احنا كده كده مبروك علينا الدوري، احنا كده كده بننافس نفسنا، والحقيقه دايما النادي الاهلي يعني بينافس نفسه عشان كده اللي جاي هو فعلا الاصعب. أيه. افريقيا هي اللي صعبه، فالتحضير ليها والشغل ليها والتركيز ليها بدا فعلا، وان انت تحافظ على المركز الاول وان انت تحطم ارقام تاريخيه وارقام الاهلي القياسيه الكتيره دي ده شيء مش بالسهل. احنا بننجح، الاهلي بينجح انه الموسم ده يحقق اللقب بطوله الدوري الممتاز. ان شاء الله بقى ربنا يكرمنا في اللي جاي وتكون بقى الفرحه تكتمل على خير باذن الله. اكيد واعتقد ده واصل لكل يعني كابتن سيد عنده نفس الاحساس. كابتن سيد كمان خلي بالكم اللقب 42 من 61 ده رقم كبير جدا يعني. النادي الاهلي 19 يعني الانديه الثانيه 19 لقب بس يعني كل انديه مصر، ما فيش فريق بيحقق لقب الدوري 3 مواسم متتاليه قدام الاهلي صاحب ارقام قياسيه كبيره جدا 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 يعني 9 مرات متتاليه. نروح دلوقتي معانا كمان عشان الناس تبص والكلام اللي احنا بنقوله ده يترجم قدامهم لصوره، نروح تقرير عن الاهلي بطل الارقام القياسيه في الدوري العام. ملك الأرقام القياسية داخل القارة السمراء يواصل هوايته المفضلة بعدما نجح أبناء الفريق الكروي الأول بالقلعة الحمراء في التتويج ببطولة الدوري الممتاز للموسم 5 على التوالي وال42 في تاريخه، ليواصل المارد الأحمر تعزيز أرقامه القياسية. شعار المارد الأحمر تحطيم الأرقام القياسية الواحد تلو الآخر، ولعل أبرزها التتويجات المتتالية لبطولة الدوري الممتاز منذ ظهوره للنور عام 1948
حيث احتكر الفريق الأهلوي اللقب خلال 9 مواسم متتالية. وعاد الأهلي من جديد لممارسة هوايته ومعانقة الدرع المفضلة له في موسمين متتاليين هما 1960-1961 و1961-1962، قبل أن ينجح الترسانة في الظفر بلقب موسم 1962-1963. ويسيطر الأهلي على درع الدوري في 3 مواسم متتالية بالسبعينيات من خلال معانقة اللقب في مواسم 74-75، 75-76، و76-77، حتى حقق الزمالك اللقب في موسم 77-78. ثم يواصل الأهلي حكايته مع التتويج المتتالي ب4 ألقاب في الفترة ما بين موسمي 78-79 حتى 81-82، وثلاثية جديدة بالثمانينيات في مواسم 84-85، 85-86، و86-87. وبعد غياب الدرع عن خزائن التتش ل4 مواسم متتالية لإلغاء مسابقة 89-90 وتتويج الإسماعيلي بلقب 91 والزمالك ب92 و93، عاد المارد الأحمر للانتفاض ب7 تتويجات متتالية بداية من موسم 93-94 وحتى موسم 99-2000. وتتواصل حكاية الأهلي مع التتويج المتتالي بدرع الدوري، ويسيطر الفريق على اللقب في الفترة من 2004-2005 حتى 2013-2014، مع الإشارة إلى عدم استكمال منافسات موسمي 2011-2012 و2012-2013، فيما عاد أبناء التتش لحصد الدرع في 5 مواسم متتالية من موسم 2015-2016 حتى الموسم الجاري. الحقيقة ده التقرير من التقارير اللي بتوضح مدى عظمة وقوة النادي الأهلي، يعني برغم كل البطولات دي وتلاقي اللعيبة في كل موسم يعني في حالة تعطش جديد، ولا كأنهم بقالهم سنين طويلة مش عارفين ياخدوا بطولة الدوري زي بعض الأندية، وده اللي انت كنت يمكن برضو بتقوله صحيح. أول ما بدأ صحيح طبعا ده يعني بيدل انه ده يعني دايما الشغف ودايما البطولات في أذهان اللعيبة بشكل كبير جدا، بطولة بعد بطولة. وإحنا شايفين كمان أداء كابتن سعيد عبد الحفيظ في الكلام، فرحنا مبارح وكلنا سعداء، لكن في نوع من أنواع الاتزان شوية في الكلام، في تركيز كمان صحيح. في الكلام، لأن إحنا متعودين إن إحنا نكسب بطولة الدوري بصراحة بدون يعني ما حد يزعل. إحنا متعودين النادي الأهلي أكتر الفرق على مستوى يعني مستوى مصر على مستوى العالم تكسب بطولة الدوري، لكن كمان غير بطولة الدوري كمان عندنا مدرب كويس قوي، يعني عندنا كمان وسط الفرحة ديت عندنا كمان مدرب كبير فايلر، اسمه فايلر طبعا الراجل دوت على مستوى الفني. انا يعني كلنا حطيت نفسي من جماهير النادي الاهلي اول ما جه فايلر كنا بنتحسس هو اخباره ايه، اول مره يمسك فرقه في افريقيا، مستوى ايه، السي في كويس، لكن كمان النادي الاهلي كانت مخوفه طريقه لعبه هتكون ايه، طريقه اداؤه داخل الملعب الناحيه الفنيه. اعتقد فايلر من انا في رايي الشخصي من نجوم النادي الاهلي، يعني بنتكلم على راجل هادي جدا على مستوى ادائه، بيأدي بشكل اكتر من رائع في احيان كتيره رغم الصعوبات اللي قابلها النادي الاهلي خلال السيزون ده، لكن دايما متفوق، دايما على القمه، عنده الروتيشن على مستوى عالي جدا. ترك بصمه الحقيقه، وترك بصمه وعارف انه نادي الاهلي صحيح. نادي البطولات ونادي تحقيق الارقام، فهو ده في اعتباره. والحقيقه احنا لازم برضو يعني يكون يعني واحنا بنحتفل باللقب ده لازم ما ننساهوش، ولازم ان احنا يعني نتكلم عليه في هذا التقرير صحيح. اللي يخص ريني فايلر المدير الفني النادي الأهلي. فايلر عريس الدوري. كسبت لجنة التخطيط وإدارة الكرة بالنادي الأهلي الرهان على المدرب الشاب السويسري ريني فايلر منذ إعلان التعاقد معه رسميا
أعلنت إدارة النادي أن المدرب السويسري وطموحاته وأفكاره تتماشى مع الفانيلة الحمراء وجماهيرها التي لا تعرف سوى البطولات والانتصارات. تعرض النادي الأهلي فور إعلان التعاقد مع المدرب السويسري لوابل من الانتقادات والحديث عن ضعف سيرته الذاتية مقارنة بالأسماء المطروحة إعلاميا وقتها، إلا أن إدارة الأهلي تمسكت بالسويسري أفضل مدرب في بلجيكا موسم 2017 نظرا لرؤيته وفكره التدريبي المميز وهو ما ظهر فعليا في الملعب بقيادته للمارد الأحمر وتحقيق لقب السوبر المحلي موسم 2018-2019 على حساب الغريم التقليدي الزمالك لعبا ونتيجة. السويسري ريني فايلر الذي أكد أنه يعرف جيدا تاريخ وبطولات النادي الأهلي قبل التعاقد معه لم يتأخر في تقديم أوراق اعتماده لجماهير المارد الأحمر التي بادلته حبا بحب وساندته بكل ما أتيت من قوة وقت تعرضه للانتقادات التي كان هدفها واضحا وغرضها إيقاف قطار الأهلي السريع محليا وقاريا. فايلر ترك كل هذه الأمور خلف ظهره وصم أذنيه وتفرغ للمستطيل الأخضر ليكسب معركته ضد الجميع في النهاية ويبرهن أن الذي يعمل في النادي الأهلي يحقق كل شيء في ظل منظومة احترافية متكاملة ودخل التاريخ باعتباره أول مدرب سويسري يتوج ببطولة الدوري الممتاز مع المارد الأحمر. النادي الأهلي مع فايلر حقق بطولة الدوري قبل نهايتها بعدة أسابيع بأرقام مميزة ولديه الفرصة لتحطيم أرقام قياسية أخرى مسجلة باسم المارد الأحمر أيضا في المسابقة المفضلة لديه. طبعا لو كنا بنتكلم على فايلر المدير الفني للنادي الاهلي ونجاحه فنجاحه ده مرتبط بالادوات ومرتبط بالاداء اللي بتقدم الترجمه الفنيه اللي بيقولها. طبعا لعيبه النادي الاهلي هم اللي بيقدموا، لعيبه النادي الاهلي كلهم رجال وكانوا فعلا على مقدار المسؤوليه بشكل كبير جدا، كلنا ثقه فيهم ان شاء الله، خدوا بطوله الدوري، كلنا ثقه ان شاء الله ان الفتره اللي جايه هتكون افضل في بطوله افريقيا ونحصل على التسعه باذن الله. لكن لما بنتكلم على اللعيبه دايما بعد البطولات بنتكلم كل اللعيبه ابطال، كل اللعيبه على مستوى عالي جدا، لكن بيكون دايما في لعيب بصمه، دايما بيكون في لعيب الناس بتتكلم عليه اذا كان اعلام او جماهير هو بيكون نقطه ضوء عالية جدا كلهم منورين، لكن بيكون في شعاع كده واضح. وأعتقد وكلنا نتفق أن محمد الشناوي طبعا حارس مرمى النادي الأهلي أعتقد على مستوى الأداء وعلى مستوى الثبات وأرقام قياسية كبيرة جدا جدا بيحققها الشناوي على مستوى كمان ككابتن كبير من كباتن النادي الأهلي في عملية لم الفرقة على مستوى احساسك بالمسؤوليه بالظبط، ده رقم واحد وهو ده بيبان جدا، بيبان قوي وهو جداً. كل يوم بيقول ان انا حارس مرمى النادي الاهلي وحارس مرمى منتخب مصر الاول، ده يعني بالمناسبه يعني لغه الارقام ما بتكدبش وما بتتحيزش لحد اذا كان اهلاوي ولا حاجه ثانيه، لكن ولا بنألف كلام بالظبط يعني الارقام الارقام اللي هتشوفوها هتتخض من ارقام الشناوي المميزه جدا جدا. عندنا تقرير عن محمد الشناوي اللي في اعتقادي واعتقاد الجماهير كلها هو نجم النادي الاهلي هذا السيزون محمد الشناوي، تقرير ونرجع مع حضراتكم. يا بخت اللي عنده الشناوي، جملة تسمعها كثيرا من خبراء كرة القدم خاصة مع التألق اللافت للحارس المخضرم محمد الشناوي نجم الأهلي ومنتخب مصر وأحد أهم أسلحة المارد الأحمر للاحتفاظ بدرع الدوري واقتناص اللقب رقم 42 عن جدارة واستحقاق. لم يكن الشناوي مجرد نجم في صفوف الأهلي بل أصبح أيقونة مهمة في قلعة الجزيرة، دائما ما تشعر بالاطمئنان في وجوده ودائما ما يمنح زملائه الثقة والحماس والطموح. الشناوي أحد أهم وأكبر النجوم وصاحب الأرقام الرائعة مع الأهلي ومنتخب مصر في السنوات الأخيرة،
وحارس الفراعنة الأول نجح باقتدار في حماية عرين الأهلي بكل الجهد والتركيز والإخلاص، ولذلك قاد الفريق للفوز بالدوري بكل بسالة. وبالطبع فإن الشناوي كان يمثل الدرع الأهم في هذا المشوار نظراً لخطورة مركزه وتألقه الرائع في كل المباريات. تحية للشناوي ولكل أهلاوي. تحية للشناوي والكل أهلاوي. احنا هنا في البيت الكبير وعدناكم أول يوم إن احنا دايما هنكون قريبين منكم، والحقيقة أنتم كجماهير أنتم دايما السند وأنتم دايما الدعم لكيان النادي الأهلي. والحقيقة كمان يا كابتن عايزين نقول حاجة مهمة جدا، إنه لولا الجمهور ده والدعم ده من الجمهور احنا ما كناش شفنا يعني كم البطولات ولا دولاب البطولات. أكيد. اللي احنا مش أكيد. عارفين دلوقتي هنحط فين درع ال 42. خلاص احنا هنوسع الدواليب ان شاء الله لغايه ما تاخد المدخل النادي الاهلي كله. قالوا لك طيب في توسيع كبير جدا في الدولاب ان شاء الله عشان البطولات اللي جايه. طمنتني ان شاء الله. احنا قريبين من الناس، لازم تعرفوا كده كويس، انتوا المحرك الاساسي للبطولات اللي زي ما قلت لولاكو ما كناش هنشوف دولاب البطولات ده. دولاب النادي الأهلي مليان على آخره، وكان لازم ان احنا ننزل بكاميرا البيت الكبير علشان نشوف الناس قالت ايه ورأيها في اللقب الاستثنائي ده، دوري مؤمن زكريا ال 42. انتوا قلتوا ايه؟ شوف. كان موسم صعب وموسم استثنائي، كان ماشيين في الدور الاول بشكل ممتاز جدا، فايلر كان عامل اداء قوي، كانت كل لعيبه في الفورم، بس للاسف من بعد الكورونا كله في التوب فورم، يعني في كيرف كده، بس الحمد لله حققنا بطوله الدوري وده العادي. دي حاجه طبيعيه طبعا، واحنا متعودين على الفوز على طول، ودي حاجه مش جديده على النادي الاهلي ورجاله النادي الاهلي، بس طبعا استثنائي بالظروف اللي مرت بالدنيا كلها مش بالنادي الاهلي بس. لكن ان انت تحافظ على المستوى ده وبالاداء ده، مش زي ما ختمنا الدور الاول، ولكن انك تحافظ وتقدر تستمر في الكلام ده وتحقق بفرق نقاط كبير، لا دي حاجه كويسه طبعا تحسب النادي الاهلي، ودي مش حاجه غريبه على شخصيه النادي الاهلي. النادي الاهلي طول عمره معودنا ان احنا ناخد الدوري قبلها بفترات، الا بعض المواسم القليله قوي اللي احنا كنا ايه بنستنى للايه للاخر. حاجه طبيعيه يعني للنادي الاهلي، مش حاجه جديده عليه، أكبر نادي في أفريقيا وفي الشرق الأوسط وفي مصر. هو النادي الأهلي معروف عنه أنه هو دايما استثنائي، وكابتن محمود الخطيب ما شاء الله عليه عامل شغل مجهود كويس في النادي، وده حاجة مش مستغربين عن النادي الأهلي. العادي بتاع الأهلي الدوري كل سنة، يعني ده الطبيعي من ساعة ما أنا اتولدت يعني لغاية دلوقتي، ومبسوط أكيد، بس يعني الأهم أفريقيا أكيد، ويعني دوري حاجة أساسية، المهم أفريقيا وهنتبسط إن شاء الله تاني. ريحنا نفسنا أكتر ما نخش بقى، يعني قبل أزمة كورونا وقبل الكلام ده ريحنا نفسنا كتير، إن إحنا واخدين بونت كتير قبل ما نخش في الأزمة، يعني حاسمينه من بدري، بنقطع منافسة من بدري، الموضوع بالنسبة لنا بقى إلى حد ما بننافس نفسنا بقالنا كتير، يعني الموسم اللي فات والموسم اللي قبله والموسم اللي قبله. ألف مبروك، لعيبة تستحق يعني. الفرح نمرة 42 مش البطولة نمرة 42. ربنا يفرح الأهلي. بطولة الدوري طبعا دي الأساس في الرياضة، هي بطولة الدوري، يعني بعد كده بقى كاس أي حاجة تانية. إحنا طالما الدوري في الأهلي يبقى الأهلوية كلهم وكل شعب مصر مطمئن. طيب مبروك مرة تانية، مبروك للبيت الكبير، للنادي الأهلي العظيم في كل مكان. كده الفقرة الأولى ديت انتهت، هنروح لفاصل سريع جدا ونستقبل مفاجأة البيت الكبير. تفضل.
النهارده الحمد لله بالبطوله دي. انت من اكتر الانديه في العالم اللي بتحقق بطولات، فانت بتشجع نادي كبير جدا، محتاجينكم، محتاجين دعمكم. عندنا بطوله كبيره، بحبك قوي في النادي. عندنا بطوله كبيره جدا اهم، ان شاء الله نركز فيها، ان شاء الله نحققها. اللعيبه دي عندها دوافع كبيره، واحنا ان شاء الله عندنا دوافع اكبر ان احنا نحقق بطوله ان شاء الله كبيره للنادي الاهلي بطوله افريقيا ان شاء الله. ابارك للعيبه كلها وللجهاز الفني وللجمهور على الدوري، اقول لهم الف مبروك، ومش اخر دوري ان شاء الله، وقبل البطولات الجايه باذن الله خلاص هنقفل صفحه في الدوري. لا نحتفل النهارده كلنا، بس باذن الله الفتره الجايه دي نركز كلنا في افريقيا باذن الله. الحمد لله الدوري، يعني احنا يعتبر كنا متمرين شويه من بدري، بس الحمد لله يعني احنا ان شاء الله ربنا يكرمنا الفتره الجايه. اهم حاجه ان شاء الله افريقيا مركزين فيها، وان شاء الله نقدر ناخدها عشان نسعد جمهور الاهلي ان شاء الله اللي جاي بقى له فتره على النادي الاهلي. مبروك طبعا لجمهور النادي الاهلي، وده طبيعي يعني ان النادي الاهلي حقق الدوري، يعني ده حاجه طبيعيه. احنا ان شاء الله بس نشتغل على افريقيا، وان شاء الله ربنا كريم يكرمنا بافريقيا ان شاء الله. الحمد لله ربنا يكرم مجهود اللعيبه المحترمه اللي موجوده، وببارك للعيبه، وببارك لمجلس الاداره، وببارك للجمهور، وببارك للجهاز الفني، وببارك كمان للناس المصابه، اللعيبه المصابه اللي مش معانا، وببارك لمؤمن زكريا طبعا روحه موجوده معانا دايما. فالحمد لله بطوله غاليه وبطوله محببه لجماهير النادي الاهلي. فيعني اتمنى ان انا اكون وش حلو للفريق يعني، وان شاء الله ما اكونش اخر بطوله وبدايه خير يعني. بحمد ربنا وبشكره طبعا على انا ما كملتش يمكن 200 دقيقه ولا 300 دقيقه ولا حاجه في النادي الاهلي، وبقالي 6 شهور وخدت دوري، واول دوري في تاريخي، اول دوري في تاريخي خالص بعد كل ده، ودوري في تاريخي، اول دوري في تاريخي. يمكن دي حاجه بالنسبه لي حاجه كبيره جدا، وفرحان ومبسوط، وان شاء الله باذن الله طبعا مش اول بطوله، لان في بطولات ثانيه كتير باذن الله ان شاء الله اقدر احققها مع النادي الاهلي، وان شاء الله بطوله افريقيا اللي جايه ليهم باذن الله. الحمد لله طبعا على البطوله، بطوله مهمه جدا يعني، لسه كنت بتكلم بطولة الدوري دي يعني حاجة أساسية. الحمد لله الحمد لله احنا تعودنا ان الدوري أهلاوي، يعني البطولة خلصناها بفرق كبير جدا الحمد لله. من أول يوم احنا لعبنا البطولة دي، واحنا تعاهدنا وقلنا للناس وقلنا لنفسنا ان احنا هناخد البطولة دي، والحمد لله ربنا كرمنا وخلصناها، خلصنا الدوري وخدناه. دلوقتي كل تركيزنا بطولة أفريقيا ان شاء الله. بنهدي الدوري ده لمؤمن زكريا وللاداره واللعيبه كلهم رجاله، وطبعا بنادي الدوري للجمهور، وان شاء الله بركز في افريقيا ان شاء الله ناخدها. هو زي ما انت بتقول ان انا بتمرن مع الاهلي، بس ده بيبقى بطوله بالنسبه لي، والحمد لله دي تاني بطوله ليا، وان شاء الله اعمل مزيد باذن الله.